السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة تاع بسكرة لنقف على الأشغال نتاع التهيئة نتاع المدخل الشمالي لمدينة بسكرة، واللي تعرف وتيرة جد متسارعة، يبدو أنه فيه أشغال كثيرة في كل مناطق بسكرة، أشغال تاع تهيئة الطرقات وإعادة بعض الحدائق، وكذلك عملية تشجير حول المدينة نتاع بسكرة. إذا فيه جدية في تحويل والتجديد الحضاري لمدينة بسكرة. إن شاء الله تكون العملية تأخذ كاع الجوانب نتاع هذا التجديد، من ناحية الحدائق وكذلك من ناحية النسيج العمراني وكذلك من ناحية الطرقات والأرصفة والبنايات وما إلى ذلك. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.